السلام عليكم، صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اشنو اموركم؟ مزيانين؟ اش كتعاودوا خوتي خواتاتي؟ اليوم قلت انا علاش ما نطيبش معاهم زي ما البارح درت معاكم طاجين ديال البزروب بالقشور ديالو. قلت انا علاش، والله الا تبديت وحطيت اللحم، قلت انا علاش ما نصورش خوتي نوريهم الطريقه ديالي كيفاش كنطيب الحيمه بالزبيب. كاينه غير انا وراجلي، درت جوج طريفات ديال اللحم هما هادو، درت واحد شويه البصله، غنزيد شويه البصله وغندير شويه زيت الزيتون. قلت انا غنطيب في الطاجين ديال الحيمه بالزبيب مريقه، قلت علاش ما نشاركش مع خوتي، والله الا تبديت قلت والله حتى غنصور معاهم، واخا عارفه تبارك الله المغاربه كلهم تيعرفوا يطيبوا، كلهم تيعرفوا الطواجن المغربي ما شاء الله كيعرفوا يطيبوا ليهم، ولكن قلت انا علاش ما نصوبوش مع خوتي ونحط انا معاهم يستافدوا مني ونستافد منهم ان شاء الله. هادشي اللي كاين، غنزيد واحد البصيله، غنجيب البصله ديك واحد شويه، نزيد البصيله نقيها نقطعها، البنات يسمحوا لي بزاف والله الا ما كنحطش الفيديوهات، والله الا كيكون عندي شي ضغط هذاك الشيء علاش ما جاوبتكمش على التعاليق، ان شاء الله غادي نجاوبكم، ما غاديش نبقى لانها مش تاع لان علاش، لان التليفون كان عندي خاسر ونفس الوقت كنت مريضه، فان شاء الله نحاول نجاوبكم على الفيديوهات وعلى في بزاف الناس البنات ديما تيقولوا لي ورينا الجمعيه ورينا الجمعيه. شوفوا البنات انا راه ما نقدرش نوريكم الجمعيه، وحتى لو بغيت نوريها لكم انا ما غاديش يدخلوكم، علاش؟ لانها مش اي وحده ساكنه برا تكون عندها الاولاد ولا تكون عندها البنات ولا تكون عندها، انا ما غاديش يدخلوها. انا راه جيت حارقه، رانا باقه شني دايره، دايره اللجوء انساني، ملي جيت حاجه هادي عامي راه شهر 11 النهايه ديالو غنكملو عامي، وحنا باقا غير في الجمعيات، يعني غير في الجمعيات باقا فيها، ما يعني من الجمعيه للجمعيه هادي تالت جمعيه اللي نكازا فيها، اللي عطاونا الدار اللي راحت كرفاس. ما في الاول كنا واخدين غير بيت كان عاطينا، ولكن صبرنا ودرنا وراقينا والحمد لله. اوروبا كتبغي شويه الصبر، كتبغي شويه الخاطر، ضروري واحد شويه انسان يتحمل، فهذا علاش كنقول لكم انا ما نقدرش نوريكم الجمعيه، وحتى اللي بغيت نوريها لكم انا ما غاديش يدخلوكم، لان من الاول انا لما جيت حارقه راه جايبوني بوراقيه مسجله في الكويستوره في الكموني في اي، عندي وثائق ديالي انا راه حارقه، هذا علاش خوتي. وكنقول اي وحده اللي جات حارقه ولا اللي جات هذا تجلس، اللي داتها شي اي جمعيه تجلس فيها تحمل. في ناس حنا قعدنا في فتره قعدنا بالجوع ما كليناش ما عجبتناش الماكله، من بعد بدينا كنجينا ولفنا مشينا تقدينا راسنا في حاجه كيقدموها لينا حنايا ما كتعجبناش، كيقولوا نقول لهم بدلوها لينا، فكنحاولوا تاقلمنا الحمد لله ولفنا، ودابا راه بخير وعلى خير من هادي عامين، راه حنايا ولفنا شويه ومن مكان لمكان. لكن المشكل الوحيد اللي كان عندنا لان الجمعيه الاولى ما قراتناش نهائيا، فهذا بالنسبه لاي واحد اخته او اخ كنقول ليه قرا اللغه الطليانيه، حاول من بدايتك تقرا، حنا راه ما قريناش عام ومعها حنا ما قريناش اللغه الايطاليه، حتى جينا الجمعيه الثانيه والثالثه، الثانيه قعدنا فيها شحال ممكن شهرين 3 شهور وتحولنا الثالثه، لان قلنا لهم حنا بغينا نتعلموا، بغينا بنينا كبار بغينا نخدموا بغينا نتعلموا اللغه الايطاليه،
تحولنا، لقينا راسنا في هذا واحد البلاصه، مدينه شويه صغيره لكن الحمد لله احسن من الاول. الاول راه شفتو، ممكن انا راه هبطت لكم فيديو مؤخرا، هبطت لكم فيديو كاين على الخلا والقيفار، ما كاين حتى واحد حدانا. ممكن المدينه اللي قريبه لينا كتمشي على رجليك، ممكن 4 كيلو تقريبا 5 كيلو باش توصل لهذيك المدينه، ما كان حدانا حتى شي واحد. اش نقول لكم، فالحمد لله صبرنا الانسان اللي صبر كينوض، هذا هو. فخليكم معايا، درت شويه المليحه، درت بصيله، درت ورقه الغار، ها هي انا ما كنستغناش على ورقه الغار، ضروري كنديرها. فهذا هو، خليكم معايا ان شاء الله. شوفي البنات، عندي واحد شويه الثومه نقطعها هكا، انا نوريكم العطريه اللي غندير. شوفوا البنات، انا ما كنقوش العطريه بزاف باش ما يجيش هذاك الشيء حار بزاف ومجهد، كندير غير شويه شويه. نحاول بعد هذا شويه على العافيه لان قريب. شوفوا البصيله بغيت تتقلى مزيان، واللحيمه شوفوا راه انا وراجلي ما كنطيبوش اللحم بزاف، ما كنقدروش ناكلو، كنديرو هاد الشويه ومرات كيشيط منو. حنا ما كنبغوش اللحم بزاف، كنبغيو الحوت اكثر حاجه، كنطيبو الحوت، اللحم ما كنقدرش، حتى هو الدجاج راجلي ما تيبغيش، كنديرو غير البنه وصافي. هادشي اللي كاينه، نخليو البصيله تتقلى وغادي نوريكم. غندير البزار، عندي البزار، عندي القرفه، عندي واحد العود ديال القرفه، وعندي سكينجبير، صافي هادشي اللي غندير. واكيد غندير شويه الكركم، الكركم ها هو غنديرو. شوف رانا البنات دايره يلا عاد استقريت، راه دايره عا قراعي ديال الكونفيتير اللي بغى يصبر. راه بنادم كيتنقل من مكان لمكان، راه شنو نقول لكم، لا اله الا الله، هذيك الحياه ديالو مش ثابته من مكان لمكان، فكنحاولوا لي نثبتو. انا ممكن جالسين هنا ما عرفناش واش جالسين، واش عام عامين 3 سنين، الله اعلم، من بعد غادي نعرفو. المهم عاطينا حنايا دابا راه ساكنين في هاد الدار، في هاد الجمعيه تقريبا هكا 7 شهور، 7 شهور دابا بس ساكنين حنا. المشكل راه غادي عندنا شهر 7 ان شاء الله بحول الله غنبدلو اوراقينا، يعني شهر 11 شهر 7 2024 غتكمل عندنا عامين، بيرميسو ديال عامين، وان شاء الله خير نبدلوهم، لان حنا دايرين لجوء انساني ما دايرينش لجوء سياسي. بارك الله فيهم ومساعديننا ومعاونيننا، وصراحة يعني كون مشينا كون طلعنا كون لقينا راسنا كنديرو حنا بحدنا، كارين بحدنا، من الاول غتجينا صعيبة. حنا في الاول فكرنا نجلسو هنايا في الجمعيات، لان جمعيات كيساعدو بالفعل، وخا داكشي المساعدة ما كت يعني مرات ما تعجبكش، في ناس ما تعجبهاش، لكن انا الحمد لله قابلة عليها باش ما كانت. مهم انسان يلا جاي الطاليان، غندير كركم، يلا جاي الطاليان ما يقدرش يعرف لا لغه، ما يقدرش يمشي يعرف بوحدو شنو كاينه. فالحمد لله فكرنا مزيان وقعدنا في الجمعيه، هي اللي خلاتنا زعما استقرينا في هنايا في هذا الجنوب، حنا في جنوب الايطالي. بعد المرات خويا كيكلم فيا تيقول لي فينك، اما بلاصه تيقول لي واش حدا تونس، حتى نقول لي رانا حدا تونس، كنبقى نضحك، قال لي تغربه ما طلعتوش من
من تونس ومن ليبيا. تنقولي لا لا راح نبقى حدا تونس، تبقى نضحك يعني تمر مزال ما دخلتوش للطاليان، باقي غير في الدول العربية. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم طلعنا من البلاد، البلاصة اللي كنت فيها كان فيها مشاكل، كان فيها صداع، كان فيها تعرضنا للظلم، تعرضنا للقتل، تعرضنا بزاف الحوايج. فالحمد لله على كل حال. هذا هو طلعنا من تما، من البلاصه اللي حنا كنا، البلاصه اللي حنا كنا فيها. شوفوا البنات انا راه درت شويه العطريه ودرت درت شتي يقولوا لي هذه قرفه، عواد قرفه هي، ما تسمى قلتهاش لكم، كنخليها شويه تتقلى هذه مزيان، ومن بعد نزيد شويه الماء ونخليها ثاني تزيد تتقلى مزيان. ان شاء الله لما يطيب الحيمه ندير هذا زبيب، واحد شويه زبيب. شوفوا البنات انا راه دايره الحمص، غندير الحريره كما قلت لكم، الكرفس اللي جبته البارح الجمعه غندير الحريره. ايوا ممكن نصورها معكم ممكن لا ما نعرفش، لكن ان شاء الله نصورها معكم. وصبروا معايا وقبلوا عليا في اي حاجه قلتها، كلمه هي هذيك جاتكم علقوه، اي حاجه قلتها ماشي هي هذيك حاولوا تعلقوا لي تكتبوا لي، انا ما عنديش مشكل. اللي قدرت نرد عليه واللي قدرت نجاوبه مرحبا، واللي ما قدرش نجاوبه يسمح لي بزاف، لانه مضطره انا ما نقدرش. في ناس اكثر حاجه كتقول لي ورينا الجمعيه نجيو ليها، ورينا الجمعيه خصنا نجيو ليها. هذا علاش ما كنجاوبكمش، لان مستحيل غادي نوريك الجمعيه وغتجي لها ولكن ما غيدخلوكش. يعني سمحوا لي بزاف على هذه الكلمه، راه ما غاديش يدخلوك، لان علاش؟ لانك كيكون انسان حارق من الاول، كيكون عنده ورقه كيتسجل، لان في الجمعيه الفلانيه كينقلوه من الحريق، من البلاصه اللي حرق منها كيستقبلوهم كيسجلوهم كينقلوهم هما من الجمعيه للجمعيه. هادشي اللي بغيت نقول لكم، راه مستحيل، راه اي واحد اللي برا غادي يقبلو، ممكن العيالات لكن بالنسبه للولاد راه ما نظنش غادي يقبلوهم. فكنصحهم نصيحه، عادي العيالات مرات يقبلوهم، مش الجمعيه، راه مره تمشي للكويستورا هي اللي عتقبلك، هي اللي عتحولك البلاصه اللي هي بغات واللي هي فاضيه. اللي نقول مثلا هي البلاصه، البلاصه اللي خاويه البيت او اللي خاصهم شي واحد جوج ولا ثلاثه، هما غادي يقول لك الاتجاه اللي غتمشي فيها، ما تختاريش انت بوحدك، ما كاينش اختيار، انت اللي غتختاري بوحدك الجمعيه اللي غتمشي ليها، راه هما اللي كيختاروا لك. هذا بالنسبه للعيالات، اما بالنسبه للولاد انا ما كنصحكمش تمشيو للكويستورا. في ناس ممكن، ناس اللي عندهم ظرف معاقين، اللي عندهم شي مرض، اللي عندهم هذا ممكن يساعدوكم، لكن بالنسبه للولاد اللي صحاح تبارك الله باقيين صغار، ما قدرش، ما نظن، ما ننصحهمش يمشيو. بالنسبه للقاصر عادي، لو كان شي واحد قاصر غادي يشدوه، غادي يتهلاو فيه وغيديوه للجمعيه، نقولوا جمعيه خيريه ديال القاصرين، غادي يدخلوهم غيتهلاو فيهم. بالعكس هذوك كيتهلاو فيهم اكثر حاجه، لان قاصرين وما عندهمش مسؤولين، ف كنصحهم عادي يمشيو وما يخافوش. وان شاء الله نفيدكم باي معلومه عندي. شوفوا البنات انا رصدت واحد شويه الماء باش ما يتحرقش ليا العطريه اللي درتها. شوفوا البنات درت واحد شويه ونخليه يزيد يتقلى مزيان ويتشحر مزيان باش ما تحرقش ليا العطريه. هذا هو، وخليكم معايا ان شاء الله. البنات هو راه عاجنه، انا ما كناكل زعما من برا قليل، فاش كناخذ كنعجن في الدار ديما كنعجن. غادي نكرسها دابا، انا من قبل البنات ما كنتش كندير روتين، كنت غير كنصور صافي، اما دابا ندير روتين مش مشكله عندي ندير روتين، لان
نرسم على الفيديو اللي عادي صوري ما لا صور اي حاجه وحطيها. فقلت علاش ما نوريهمش اليوم ان شاء الله الطاجين والعجينه عجنه تبارك الله. انا البنات راه خدامه الصباح خدامه في العشيه كندير هادشي في الصباح نتغدى به باش يجي اقل يلقى الغدا الراجل موجود وانا من بعد ان شاء الله العشيه غنمشي نخدم. هادشي اللي كاينه العجينه فيما مشينا لاصقه فينا لاصقه فينا. بالنسبه حنا المغربيات ما كنهنيوش راسنا والله ما كنرتاح ضروري. انا كيعجبنيش الخبز ديال برا كنبقى مرات غليظ مرات في الخميره بزاف تنقول انا علاش ما نديرهاش في الدار نعجن في الدار وصافي. ايوا ان شاء الله خير. هذا اللي بغيت نقول لكم قلت علاش ما نشاركش مع خوتي كلشي داكشي اللي كندير. مرات كنضيع في الوقت انا ما كتجينيش فرصه نقدر نصور لكم برا قلت انا علاش ما نصورش لهم هنا في الدار. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي وخواتاتي وممكن نقول لكم حاولوا تدعموني وديروا لي ابوني اشتراك وكثروا لي عفاكم من التعليقات كثروا لي من التعليقات. انا بالنسبه ليا البنات كنت مشيت عند الطبيب وراه خديت لكم واحد اللقطات ما قدرتش نصور في ناس اللي ما كتبغيش تصور خديت لكم واحد اللقطات دابا غادي نحطهم لكم بالنسبه لواحد الطبيبه هي دكتوره نساء ديال الولاده ديال الحمل والولاده مشينا عندها وقالت لي بامكانك راه انتي تحملي لكن انا ما عرفش هذاك الطبيب الاول غادي نشرح لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله غنقول لكم شنو قال لنا الطبيب الاول. هذه تقريبا الاول شحال شي عام دابا من شهر ثلاثة شهر ثلاثة اللي فات عام ومعها كان جويل الاولى اللي كانت داتنا. انا استغربت في هذاك الطبيب علاش قال لينا هذيك الكلمه قال لينا ما تقدروش تولدوا لان عندكم عندكم الجينات الجينات ما كيقبلوش بعضياتهم. والطبيبه هذه قالت لي لا لا علاش انا علاش قالت لي لا لانك انت كتحملي قالت لي لو كان جينات ما كيقبلوش بعضياتهم ما غتحمليش نهائيا لان كنحمل وكيموتوا ليا كيدوزوا ليا في الكرش ديالي شهر شهرين شهرين ونص ومن بعد كيموتوا ليا كيطيح ليا. والله تقريبا قسما بالله نقولك شي 10 المرات اللي حملت وكيطيح ليا. اخر واحد حملت به دار عندي شي 3 شهور ومات ليا طاح. وهذا الاسباب حتى هي اللي خلاونا نجي لنجيو لاوروبا ونحاربوا لان ما لقيتش العلاج ما لقاوش ليا العلاج ما عرفوش ليا شنو كيفاش فقررنا وقلنا خلينا نحرقوا ونجربوا حظنا في اوروبا. وفيه عده اسباب ايوا خلينا الحكايه هذه غنحكي لكم واحد الفيديو خاص بهادشي ديال الحمل وكيفاش وعلاش غنقول لكم شنو كاينه وتاخذوا نصايح لان الطبيب واحد نقول مثلا ما كياكدش لك او ما كيجيبش لك داكشي صحيح. سبحان الله في الدول لا اوروبا ولا العرب بصفه عامه لان المرات ما كيجيبش لك شي صحيح حتى ولا كنعرف ما كيبغيش يقول لك لان الطبيب هذا اللي كنت مشيت ليه تقريبا شي عام قال لي ما غتجيبوش نهائيا وما غتحمليش وبامكانك ديري شنو ديري ندير لك تلقيح مش من راجلي. قلت لي انا لا ما نقدرش لان عندنا حرام في الدين ما نقدرش ناخذ من شي شخص ثاني. انا ممكن من راجلي لكن انا بالنسبه لي من شخص ثاني لا. وراجلي حتى هو ما وافقش قال كذا ما كاينش في الدين ديالنا حرام فما وافقناش ليه. هو كان مصر باش يدير لينا التلقيح
يلقح لينا، قلت لي قلنا ليه لا ما بغيناش. وحسيت انا الراجل قلت له لا، قلت له انا هذا الطبيب اكيد في شي حاجه يعني مصمم على التلقيح يلقح لينا. قلنا ليه لا احنا ما غاديش نلقحه، ما غاديش نديرو تلقيح من شخص ثاني منهم هما. ما وافقناش، تاثرت بزاف وبكيت وعانيت، وجاتني واحد الصدمه، واحد صدمه نفسيه. ممكن نقول لك ما عرفتش شحال من شهر او 15 يوم ما خرجت من الدار، قاعده في البيت. البنات كاينين في الجمعيه وكيخرجوا كيديروا يعني كيتمشيو تيتسالوا هذا، ولكن انا بقيت غير في البيت. ما خرجت نهائيا. كيجيو عندي صحاب الجمعيه كيدقوا عليا كيواسيو فيا، تيقول لك معليش وهذه الدنيا وهذه، لكن انا قلت لهم انا متاكده الطبيب هذا ما عطاناش شي حاجه صحيحه. المهم هو مصمم على شي تلقيح يلقح لينا من عندهم، يعني من جينات ديالهم. قلنا لي حنا لا ما وافقناش صافي. تقول لي الطبيب في شي حاجه، وسبحان الله داكشي اللي توقعنا انا وراجلي لقيناه. مشينا للجمعيه الثانيه، داروا لي فوتوكوبي على الرحم ديالي، قالوا لي ما عندك شي حاجه، بامكانك تحملي، ما عندك حتى شي حاجه. ما داروش الراجلي التحاليل. الطبيبه اخر وحده، الطبيبه هي هذه، جيت هضرت معها مع المدير تاع الحم. اخر طبيبه هي هذه، قالت لي تقريبا شي 15 يوم او لا مش 15 يوم، 10 ايام باش مشينا عندها. هذا الشهر مشينا في شهر 10. قالت لي عطيناها الوراق شافت، قالت لي علاش ما حملتيش، قلت لها كنحمل وكيطيح ليا. شرحت لها داكشي اللي كاينه بالمختصر، سمعتنا مزيان. قالت لينا علاش، قال لكم الطبيب هكا، قلنا ليها قال لينا عاودنا لها القصه من الاول. قالت لك لا ما كاينش هذا الشيء، ما كايناش، لانك انت لو كنتي ما كتحمليش نهائيا نقولوا اه راه جينات، لكن انت كتحملي وكيجلس لك شهرين ثلاث شهور في البطن ديالك. علاش قال الكلام هذا؟ قلت له انا، قلت لي انا الطبيبه انا وراجلي راه حسينا بهذا الشيء، لانه مهم هو مصمم يدير لينا الجينات ديالهم، احنا ما بغيناش. صافي فقدنا الامل، وقلت خلينا نزيد نتاكد نقول لهم ديروا لي التحاليل انا وراجلي، وديروا لي. وعطاتني شويه الامل، وان شاء الله يا خير، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نحمل وديروا معايا البنات وبالذريه الصالحه. كنت منكم تدعوا معايا من كل قلبكم. احنا الوقت ما بقاش عندنا بزاف، علاش؟ بالنسبه للسن، السن يعني بدا كيتقدم، فقلنا غنديروا محاولات، لان راجلي باغي الاولاد وانا باغيه الاولاد، فقلنا علاش هذا، علاش الاسباب من ضمن الاسباب الجمعيه، يعني متشبت حتى هي بينا وكتعاوننا، وعده اسباب، مش اسباب ديال الحمل او عده اسباب، هما مش سبب واحد. هذا هو، ما بغيتش نكثر عليكم بزاف البنات، نخليكم نكمل معاكم الطاجين والعجينه. دابا غادي نقرصها، خليكم معايا. دابا ما غنوريكمش، غنوريكم لما نخبز الخبز، لما نطيب الخبز. ومن بعد غنمشي نطلع نجيب الماء. صافي هذه العجينه غادي نقرصها، دابا نخليها واحد شويه ونزيد نقرصها. شوفوا البنات، بعد ما زدت هذيك شويه الماء، شوف كي ولا الطاجين. انا راه بالنسبه للحم راه كنطيبو تقريبا نص طيبه قبل، كي ياخذ هذيك التشحيره مزيان وهذيك هذا، كي عرفتي كيجي بنين على مزويناته لما كيتشحر الحم هو الاول مزيان. كتكب كتاخذي شويه الماء، كديري في الطاجين باش ما يتحرقش هذيك العطريه. شوفوا دابا البصله كيف دايره، شفتوها؟ دابا شنو غندير، ندير شويه الماء نمرقها.
شوفوا كلبنات صافي، انا اللحم عندي راه طاب، ما خصنيش نقوي الماء بزاف. شوفوها صافي ونخليها طيب. هو راه خدا نص طيبه الاولى، دابا بقى نص طيبه الثانيه. علاش نص طيبه الثانيه؟ هي البصله والزبيب. غندير دابا البصله والزبيب، غنخليه بلاتي شويه. هذه البصيله حيت انا ما بغيتش نقوي بزاف ديال الطاجين، لان عندي الحريره في العشيه، ما بغيتش نقوي بزاف، غير واحد شويه صافي. هادشي اللي كاين ونخليه من بعد، وخليكم معايا البنات. شوف انا غسلت الزبيب وحطيته يطيب على خاطرو حتى صافي، ولما يقرب يطيب الزبيب ان شاء الله غادي نحط شويه العسل. ما بغيش ندير بالسكر، غادي شويه العسل باش يجي بنين ولذيذ. وشهية طيبة وسمحوا لي بزاف. شوفوا البنات انا معاك كندير الطاجين وفي نفس الوقت كندير الحريرة. انا مقطعتها قطعتها وحطيت لها العطرية وحطيت لها كل شيء، والخبز رانا كنطيبو. هذا الخبز شتو الخبز هو كيطيب. درت خمسة صغارات، انا نوريكم هذا الخبز ما شاء الله. عرفتي الفران زوين ما شاء الله كده كيطيب مزيان. هو هذا الخبز اللي درت، شوفوا البنات انا بحال المغرب بحال الطاليان بحال اي بلاصه كنمشي ليها كنلقى راسي كنعجن كندير الحريره كندير الطاجين. شوفوا رانا درت العسل وزدت هاد شويه، راه درت العسل شوفوا كيف بيض، هذا حر. بس انا ما نديرش السكر، ندير العسل باش يختر مريقه ويبننها. شوفوا البنات انا ما قويتش بزاف، غير شويه. مع اليوم السبت راجل ما تياكلش بزاف، كتكون عنده الخدمه بزاف، كندير غير شويه صافي. دابا راه قرب يجي هذاك الوحده، وحده ومعاها غادي يجي باش يتغدى يمشي يرجع لخدمته. شوفوا هذا هو الطاجين، نخليه يطيب يكمل الطياب. هادشي اللي كاينه. شوفوا البنات راه خاطر، راه زوين. هانتي شوفوا راه مازال غادي يشرب، ما يبقاش بحال هكا، مازال غادي يزيد يشرب. البنات غنوريكم النهايه ديال الطاجين. انا راه زدت عليه واحد المكون واحد اخر، زدت عليه البرقوق هكا زياده من عندي هذيك، قلت علاش ما نزيدش، لان الراجل ديالي ما كياكلش الزبيب بزاف، قلت علاش ما نديرش برقوق. غنوريكم الطاجين كيف الشكل ديالو النهايه ديالو. نقولوا بسم الله. هو هذا الطاجين، ها كيما قلت لكم راه غير الزويته، ما فيش المرقه بزاف، وكاينه معاه الخبز ديال الدار. هو هذا الخبز ديال الدار، انا ما كنشريش من الزنقه. تيكون فيه اللي في الزنقه تيكون فيه الخميره بزاف وكيضرنا في المصارن ديالنا، تنقول اللهم شنو نعجن في الدار. هادشي اللي كاينه، وسمحوا لي ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله، وبالصحه والراحه، وقبلوا عليا.